كمان. معلش بس صوره بس في فيديو بقى، بس عايزك تجيب لي الشجر ده. بص حضرتك تجيب لي الشجر ده كده وتجيب لي كده لحد ما تجيب لي العماره كده لحد ما تلاقيني في وشك. ماشي انا انا صور لك فيديو حلو. ماشي في حته حلوه امسك كده حضرتك. ايوه لا فوق شويه فوق شويه. ايوه 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 رايك حلوه الصوره؟ لا مش حلو. مش حلو تعالى لي هنا. انت واقف عمال تصورني وانا في البلكونه ليه؟ انا ولا شفتك ولا اعرفك اصلا. اصورك بتاع ايه؟ ولا شفتني ولا تعرفني؟ والله ولا شفتك ولا اعرفك. يا راجل ما انت واقف عمال تصور اهو. والله ما جت عندي خالص. ده في واحد ده قال لي صورني عشان خطيبته اللي في الكويت عايز له صوره. واحد مين يا راجل؟ انا واقفه في البلكونه بنشر الجلابيه بتاعت الراجل. الاقيك عمال تلعب لي في حواجبك. ما جاش عندك والله. هو واحد قال لي هنا انا عايز اصور صورني صوره عشان خطيبته. صور انا ولا اعرفك. انت مش كنت بتصور عند البلكونه دي؟ لا والله ده كان هنا عند الشجره. هو قال لي صورني. ما هي اخويا البلكونه عند الشجره. هي اخويا. ما والله ما جت عندك. والله ما جت عندك. هو قال لي صورني كده فيديو كامل عشان ايه خطيبته اللي قال لك بقى ايه؟ لف لي كده؟ لف حضرتك كده، قال لك ايه تاني بقى؟ هو بس كده ومعرفش هو راح فين. انت حرامي ولا ايه؟ لا مش حرامي، حرامي ايه؟ انت بتنمر الشقه بتاعتنا ولا ايه؟ انا ولا شفتك ولا اعرفك. لف لي كده اهي الشقه بتاعتنا ديت. انا بتنمر ميدو في ايه؟ الحقني. انا نازل على صوتك في ايه؟ انت كمان نازل لي بالمواعين مش نظيفه يا راجل. ده في راجل بيمسك مواعين كده ايه؟ انا مالك يا اخويا؟ هو بيغسل المواعين وانا بنشر، مالك ايه؟ ايه اللي حصل؟ فاهميني؟ انا يا اخويا بقول لك ايه؟ ده جوزي وانا اللي احكي له. انا واقفه كافيه خيري شري بفرد الجلابيه بتاعتك بنشرها علشان تنشف. الاقي لك ده واقف عمال مصدر لي التليفون وقال بيرقص لي في حواجبي. يا باشا واحد هنا كان واقف قال لي صورني فيديو عشان خطيبته اللي في الكويت. فين الواحد؟ فين الواحد؟ انا وانا بعمل كده زي ما هو قال لي. انت فين ساعتها؟ كنت انت يا حبيبي في المطبخ بتغسل المواعين. هو في راجل بيغسل المواعين؟ انا راجل في بيتي اهو يا عم. انت مالك يا عم؟ بيتك مين؟ ايه ده؟ بيتك مين؟ انت تعكس مراتي وتصور. قلت لك معكس. معكستهاش. انا معكستهاش. هو واحد قال لي هنا صورني فين ام الواحد؟ هو انت بتشتغل يا راجل؟ اختفى والله. انا اللي بيتكلم ما يكون فالمستمع عادي. والله العظيم اختفى. انا ما اعرفش هو راح فين. هو قال لي صورني وانا فعلا صورته واختفى. حتى تليفونه اهو. يعني اعمل فيك اصفيك انا؟ تليفونه اهو. اصفيك انا؟ يرضيك يا عم انت يسأل مراتي واقفه في البلكونه؟ انا في البلكونه اللي تحتك شايف كل حاجه. اهو الراجل بيشهد شهاده حق اهو. شهاده حق وهقولها. الراجل ده كان ماسك موبايل وفجأة لقيته بيصور المدام بتاعتي. اهو انت كده راجل كداب. من عندي كده راجل كداب. بتصورني ده يا اخويا؟ والله تعرفني؟ تعرفني؟ ها خد يا راجل هنا. لو سمحت والنبي لو سمحت خطيبتي بس في الكويت عايز اخد لها صورة حلوة كده. ممكن صورة بس استنى زي ما تقول. ايوه ممكن بقى واحده فيديو بس كمان عايز ابلها بس الشجر وان انا واقف في حته نظيفه كده بس في الكويت حضرتك. بص بقى حضرتك هتجيبها من الشجر كده من البيت عشان ابلها في حته كويسه. ارفع ايدك فوق فوق. ايوه ايوه لا ايوه كده فوق. ايوه وتاخد بقى من على الشمال كده. ايوه حلوه اللقطه يا اخويا. حلوه اللقطه. لقطه ايه يا ست؟ لقطة ايه اللي انت بتاخدها يا اخويا؟ انا بصور واحد كان واقف هنا دلوقتي. فين يا اخويا الواحد اللي كان واقف؟ انا واقفه في البلكونه بنشر الاقيك مصدر لي التليفون وبترقص لي في حواجبك. حواجبي مين يا ست؟ وفي واحد قال لي صور لي عشان ابعتها لخطيبتي في الكويت. واحد مين يا اخويا؟ معرفوش. انت بتشتغلني ولا ايه؟ هو واحد كان واقف. يا لهوي ايه يا ست؟ الراجل بيتحرش بيا واقف في الشارع وانا واقفه في البلكونه. تحرش. انت مين؟ انت مين؟ انت ايه يا محمد؟ الحق يا ابو شيماء. في ايه يا راجل؟ ايه اللي منزلك بالمريله بتاعتي؟ فين مريالتك؟ الواد خده وراح المدرسه. راح المدرسه ونزل لي بالمواعين وسخه. طب انا نازل على صوتك. مواعين ايه ولا بتاع ايه يا ست انت؟ ما انت مالك؟ انا وجوزي بنتفاهم مع بعضينا. انا يا اخويا واقفه لا بيا ولا عليا بنشر الجلابيه بتاعتك عشان تنشف. وما الاقيه مصدر لي التليفون يا ست. التليفون بتاعي ده بتاع واحد هنا بصوره. تعالى هنا كده احكي لجوزي. دي يا اخويا دي واحده. واحد كان واقف هنا دلوقتي والتليفون ده بتاعه مش بتاعي انا. مش بتاعك كمان؟ ايه يا عم في ايه؟ ايه اللي في ايه ده؟ انت راجل بيجح واقف بتصور مراته عاوز يعمل لك ايه يعني؟ يا ست تصور انت دخلت الجاره وتعمل كده. يا عم انا اعرفها ولا اعرفك؟ هي هتكذب؟ انا عشان اعرف تكذب. اه انا مراتي ما تكذبش. انا ما اعرفهاش ولا اعرفها. تصور مراتي ليه وتنزلها على الموقع ده؟ انا اعرفك وتنزل تنزلها. انا ما تعرفنيش بتصورني ليه؟ اكيد تاني شغل الشجر عشان ابعته الكويت. الشجر في شجر بيتصور. في شجر بيتصور.
عارف ايه يا عم؟ تعالى هنا، ده انت لسه في السعادتك، انت بتنمر البلكونه بتاعتنا، انت حرامي. ده البلكونه دي حرامي. انت حرامي. اوعى تسيب الكاسه عشان ما لا 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 ايه؟ اوعى ايدك كده. انا سبتهولك يا ابو شيماء. لما كنت تبقى راجل كبير كده وتقف تصور واحد قد بنتك. يا عم واحد قال صورني هنا. مين فين الواحد ده؟ كان هنا معرفش راح فين. يا راجل ما تكذبش. ايه تليفونه؟ فين تليفونه ده؟ يا عم اوعى بس فين تليفونه ده؟ انت بترمي بطه بتاعتي؟ خد يا راجل هات. صور لي صورة بس لخطيبتي في الكويت، بس صورة حلوة بس، بس أنا ظبطهولك. ممكن بقى واحدة فيديو؟ فيديو؟ اه بس هي في الكويت بقى، بس أنا عايزك تجيب لي بقى الشجر، وبنا أنا في حتة شيك وكده بقى، وكده أنت عارف شباب. بص بقى حضرتك، بس أنا عايزك تجيب لي الشجر من فوق كده، وتمشي واحدة 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 لحد ما تلاقيني في وشك. ماشي؟ اتفضل بقى حضرتك. أيوه، اطلع فوق شوية، شوية. ايوه كده. ايوه يا اختي كتاكيتو بني. اسم الله يا اختي الحلاوه اللي انت فيها دي. واقف بتجيبني من البلكونه ورافع لي النضاره عشان ترقص لي حواجبك. عندي ده ست العرافك اصلا. انت ما تعرفنيش بتصورني ليه؟ صور ايه يا اخي؟ في واحد هنا بيقول لي صورني. واحد واحد هنا بيقول لي ده تليفون مين؟ واحد كان بيقول لي صورني دلوقتي. وانت بقى بتصورني انا ليه؟ انت تصوره هو بتصورني. ما انت ما تعرفنيش بتصور. يا لا وانت بتصورني ليه؟ ما قلتش كده. ايه يعني؟ ايه ما صورتش يا راجل؟ ايه في ايه؟ الحقني يا ابو شيماء. ايه يا ام شيماء؟ يا ستي صلي على النبي. في ايه يا عم؟ استنى ما اشوف الراجل. ايه ده؟ انت مش غسلني يا عم؟ انت لازم تغسل الحلقه. انت كمان في ايه؟ انت مالك؟ هو بيصبن الموعين وانا بنشر. ايه اللي حصل؟ فهميني. بنشر يا اخويا الجلابيه. يا عم انا كنت بصور واحد دلوقتي. في ايه؟ بنشر الجلابيه، اقوم الاقيه هو مصدر لي التليفون وقال عمال يرقص لي في حواجبه عشان اضحك ويصورني. يعني انت بتستغل ان انا بغسل المواعين وتصور مراتي؟ حبيبي انا كنت واحد دلوقتي بصوره. في ايه؟ انت صيع بقى. حواجب ايه يا اخي؟ اتاريك رافع لي النضاره فوق حواجبك عشان تبان. شويه ايه ولا صيع ايه يا اخي؟ انت بتستعبد هنا؟ انت حرامي. بتستعبد هنا؟ انت حرامي. انت بتدمر الشقه بتاعتنا. انت مستحي نفسك ولا ايه؟ انت مصور مراتي يا عم. ايوه تيجي كده 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 تلاقيني في وشك بقى. ماشي. ارفع ايدك فوق 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 فوق. ايوه 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 خليك كده. ايوه ايوه حلوه هي جامده حبيبي يا محفلك. ايه رايك الصوره حلوه؟ صوره ايه يا ست انت؟ صوره ايه؟ الصوره اللي بتصورها يا اخويا، اللي عمال تبربش لي فيها يا اخويا. انا ما بربش، انا اصلا ما بشوفش خالص. يا لا اله الا الله. اما رسول الله. اسم الله. خضتني انت. واقف بتعكسني يا راجل وانا واقفه بنشر الجلابيه بتاعت جوزي. عكسك ايه يا ولية انت؟ انا شغال في المساحه. شغال في المساحه؟ يا خفيف الظل يا اخويا. الظل دمك خفيف بالمعلم اللي انت. انت معلم بالطول ليه يا راجل؟ يا لا انا هجيب لك اللي يربيك يا خرابي. ايه الحقني يا ابو شيماء. ايه يا ام شيماء؟ واقف يا اخويا بنشر جلابيتك الاقي المحفلط في نفسه دوت واقف عمال يعمل لي كده ويبربشني بيعكسني. ما حصلش والله. اسم الله. والله ما حصل. وده مين ده؟ انت مين؟ انا جوزها يا عم. وايه المفتة انت بس ليه؟ جوزها. انت مالك ومال المفتة؟ انت هتتريق على جوزي؟ ابو شيماء اللي نزلك بالمريله بتاعتي اهو اتريق علينا الراجل. انا عارفه. طيب انا ما لقيتش المريله بتاعتي، الواد خدها وراح المدرسه. وبعدين نازل لك مش مضاف يا ابو شيماء. يا قلبي يا روح قلبي، ما لقيتش صابون يكفي، فقلت انزل اشتري صابون بالمره. هو في ايه؟ وانت شيل المواعين تاخر. انت مالك انت؟ انت مالك انت؟ هو بيغسل وانا بنشر، انت تتدخل في حياتنا ليه؟ ايه العيال المجانين دي؟ انت بتتسقف. انت مجانين ولا ايه؟ انت مجانين ولا ايه؟ انت بتضربني. بتضربني. اوعى 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 اوعى. ارفع ايدك بقى فوق شويه. ايوه لا لا ايوه كده. ايوه ايوه انا طالعه حلوه في الصوره. مين انا اللي واقف بتصورها يا اخويا؟ اكنك اتخضيت. امال واقف قدام البلكونه بتاعتي بتصورني وانا بنشر الجلابيه ليه؟ بلكونه ايه وبتاع ايه؟ عشان اعرف اتكلم معاك. ده انت ليلتك سودا معايا النهارده.
البلكونه دي وبتاع ايه؟ البلكونه اللي واقف مصدر عليها يا اخوي، انا هجيب لك الراجل بتاعي. يا لهوي يا مستني، يا ابو شيماء. ايه يا ابو شيماء؟ الحقني يا ابو شيماء. ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ الراجل يا اخويا واقفه بنشر الجلابيه بتاعتك، الاقيه ايه مصدر التليفون وقال ايه مستدخلني نفسه وعمال بيصورني. يا اخي صمك في البلكونه. يا حبيبتي.